ما تقولي لي احنا ليش ما نتيمع ببيتك؟ ليش كل ما يجي دورش تعزمينا ايام مطاعم او بكافيهات؟ ايش فيك؟ عشان عيالها الله يحفظهم. لا حبيبتي هنود، اليهال مالهم شغل، الا قولي سبت ريلها اللي خوزت فينا 24 ساعه اللي نكره اعمارنا واحنا قاعدين. نجلوه؟ ايش فيك عاد بمو لهالدرجه بس؟ عادي مريمو، خلي تكمل كلامها صح. شي يفشل بصراحة. عواش أنا مو قصدي، لا تزعلين، أنا قصدي على ريلك اللي ما يستحي على وجهها. واي بنات ايش فيكم؟ هي تشتكي لنا مو نزيدها هم.